بأجواء مفعمة بالتوتر والانفعال، تترقب عائلة البطل الأولمبي الأردني صالح الشرباتي وهو ينافس على الميدالية الذهبية في نهائيات أولمبياد طوكيو 2020. الإثارة والحماس تملأان المكان مع تصفيق حار منذ اللحظات الأولى من المباراة، حيث عبرت والدته رولا السمان عن سعادتها الكبير وفخرها به. مليون مليون صراحة، كتير فخورة فيه وقدم اللي بقدر عليه، والحمد لله تعب واجتهد يعني لحتى قدم هيك، يعني تعب وما راح بلاش الحمد لله. أما شقيقته إيناس الشرباتي فأشارت إلى أنه كان يمارس رياضة التايكواندو منذ الصغر، وقالت إنها تتمنى فوزه بالميدالية الذهبية في المستقبل. يعني احنا بنستنى صالح من كان كي جي توه بيلعب تايكوندو، وشد شد شد اخر فتره، فشعور كثير حلو كان بالنسبه لنا. سيلفر يعني سبيك ديل الحمد لله، الله يوفقه يا رب، وان شاء الله كمان المره الجايه يجيب لنا الذهبيه. بس احنا كثير مبسوطين، شعور كثير حلو كثير خرافي، يعني شايفين العيله كلها، شايفين كل حدا مجتمع، الحمد لله يا رب. الف مبروك لصالح والف مبروك للاردن. هذا وخسر صالح الشربات المباراة النهائية في وزن 80 كيلوغراماً أمام الرياضي الروسي ماكسيم خرامتكوف في 26 من تموز يوليو الجاري، وحصل على الميدالية الفضية. وهذه هي الميدالية الثانية للأردن في تاريخه في الأولمبيات، وهي أيضاً في التايكواندو بعدما توج أحمد أبو غوش بذهبية وزن 68 كيلوغراماً في ريو قبل 5 أعوام.